الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامج صحتك بالدنيا. مشاهدينا الكرام هنتكلم النهاردة عن موضوع في غاية الأهمية. هنتكلم عن تأخر الإنجاب عند الرجال. طبعا تأخر الإنجاب عند الرجال له أسباب كثيرة ومختلفة وعوامل أيضا بتختلف من شخص لآخر. طبيعة البيئة لها أثر على الطبيعة الوظيفية لكل واحد فينا ممكن يكون لها دور في موضوع تأخر الإنجاب. ممكن يكون هناك مشاكل في الجهاز الهرموني بالنسبة لجسم الإنسان تأثر على موضوع تأخر الإنجاب. أيضا هناك مشاكل أخرى بتختلف من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى. النهاردة معي ومعكم أستاذنا الأستاذ دكتور أحمد الشاهد أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بكلية الطب جامعة الأزهر. مرحبا بك دكتورنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك وبأسرة البرنامج ومشاهدين الكرام. ربنا يبارك فيك دكتور. دكتور أحمد يعني طبعا لما بنعرف تأخر الإنجاب عند أطباء النساء والتوليد يمكن تعريفه بيختلف بشكل آخر عند أساتذة أمراض الذكورة وأمراض التناسلية. رأي حضرتك إيه يا دكتور؟ أو لو حبينا نعرف المشاهدين بتأخر الإنجاب من وجهة نظر التخصص بتاع حضرتك. هو أنا بتأخر الإنجاب عند الرجال بنقول لو عدى أكتر من سنة من غير ما يحصل حمل بيكون للزوجة ما عندهاش أي موانع من موانع الحمل. ده في الحالة دي بنقول هذا المريض يوصف بأنه هو عنده تأخر. وده تقريبا بيمثل من 40-60% من حالات تأخر الإنجاب عموما. من 40-60%. والنسبة الثانية. بيكون السبب الرجال. والنسبة الثانية السيدات. هو تقريبا 30% بتبقى من الرجال. وفي 30% مشتركة بين الاثنين وال 30% ل 40% من الستات. وفي نسبة أظن في نسبة بيقول لك غير معروفة. غير معروفة بالنسبة للرجال في حوالي 30% مش معروف السبب إيه. تبقى كل التحليل طبيعية. تمام دكتور. لو حبينا ندخل بقى دكتور في أهم أسباب تأخر الإنجاب وحبينا نتكلم عليها بشكل واضح وحضرتك يعني كنت عايز تكلمني في مقدمة بسيطة عن موضوع الخصية وتصنيع الحيوان المنوي. هو طبعا عشان نقول أسباب تأخر الإنجاب لازم نعرف أول إن الحيوان المنوي بيتصنع فين. الحيوان المنوي بيخلق في الخصية. وفي حاجات بتأثر على الخصية بتخليها تشتغل. في هرمونات بتطلع من الغدة النخامية والغدة الهايبوثالاموس هي دي مسؤولة عن تنشيط الخصية عشان تطلع حيوانات منوية. تمام. فالأسباب بنقسمها على حسب المكان بتاعها. لو في مشكلة في الهرمونات ممكن يكون في نقص في هرمون الـ FSH والـ LH من الغدة النخامية أو بعض زيادة هرمون البرولاكتين برضو من الغدة النخامية بيأثر برضو يدي تأخر الإنجاب. او في مشكله في غده الهايبوثالاموس تمام وده برضو يؤدي الى تاثير ان الخصيه ما تطلعش حيوانات منويه. في اسباب تانية في الخصيه نفسها من ضمنها ان ممكن يكون الخصيه في حاجه اسمها تكون مش موجوده في مكانها اندسينتس تكون موجوده في البطن او مش موجوده خالص. دي طبعا عشان لو اتعملت لو موجوده لازم تعمل اشاعه على المريض ونعرف مكانها فين ويتعمل لها عمليه قبل سن سنتين عشان تقدر بقى تشتغل. ولو اتاخرت لبعض مرحله البلوغ هتفقد وظيفتها على تصنيع الحيوانات المنويه. في عوامل اخرى بقى موضوعيه في الخصيه. في عوامل وراثيه زي حالات كريم فلتر. في عوامل اخرى زي الحالات الدوالي الخصيه. دي طبعا بتمثل نسبه كبيره من حالات العقم. طيب لو حبينا نتكلم على دوالي الخصيه يا دكتور من ضمن الاسباب او العوامل اللي بتساعد على اللي بتحدث تاخر الانجاب عند الذكور. ناس كتير جدا بتعمل جراحات دوالي الخصيه وبرضه للاسف بتبقى النتيجه سلبيه. دوالي الخصيه بنسبه العقم عندنا في نوعين عقم اولي وعقم ثانوي. الحاجات الخاصه بالخصيه بس اللي بتاثر على الخصيه. تمام يا دكتور. عايز برضو اتكلم حضرتك على موضوع يعني عارف دايما في حضرتك واحد تبقى طبيعته الوظيفيه انه يشتغل في مكان درجه الحراره بتاعته عاليه جدا.
ففي الاخر نلاقي الدكتور بيقول له لا انت لازم تسيب الوظيفه دي او تبعد عنها لفتره معينه علشان ده بيأثر على درجه الحراره بتاعه الخصي عندك. يعني عايز حضرتك برضو ايه هي الوظائف اللي انا ممكن تاثر على الناس وتخليهم يحصل لهم مشكله في تاخر الانتاج؟ طب زي ما قلنا ان الانتاج الحيوي المنوي عشان يطلع كويس لازم تكون درجه حراره الخصي اقل من درجه حراره الجسم. فالبيئه المحيطه بالشخص نفسه لو فيها درجه حراره عاليه ممكن تاثر على قدرته على تصنيع حيوي منوي كويس. زي مثلا الناس اللي بيشتغلوا في مطاعم قدام نار كتير في بعض المساحات درجه الحراره تبقى عاليه، في بعض السواقين بيشتغلوا العربيات بتطلع صهد بالموتور على الخصيه، كل ده ممكن ياثر عليه وياثر على قدره انجاب. في بعض الناس اللي بيستخدموا اللابتوب كتير يحطوه على رجلهم ممكن يعمل حراره بالساعات طويله، ممكن درجه حراره من اللابتوب تاثر على الخصيه. فلو في حاجه من دول يحاول يبتعد منها على قد ما يقدر. يعني كده في وظائف فنيه فيها مواد سامه زي مثلا الرصاص والحاجات دي في المصانع، وده بيأثر على الخصية. طبعا يأثر على الخصية. في بعض المواد الحشريه لو واحد بيرش مواد حشريه ممكن تأثر على الخصية برضه. طب يأثر على الخصية يا دكتور في حين انها بس تكون الحيوان المنوي او تتصنع ولا الاثنين؟ تصنيع وضعف، وضعف برضه، ما هو ده يؤدي الى ضعف في الاخر. ضعف ويزود نسبه الشوات ويقلل الحركه طبعا بتاع السائل المنوي. طيب يعني ممكن يعمل حيوانات منويه مشوهه وضعيفه وقليله، جنين مشوه طبعا. طيب نصيحتك بقى دكتور لاي حد بيشتغل في وظيفه تتشابه مع الشكل اللي احنا حضرتك، يعني طبعا واحد بيشتغل في فرن مثلا وده يقدر وعنده مشكله، لو يقدر يبعد عن الحراره شويه ماشي، ما يقفش قدام فتره كبيره، يقلل ساعات التعرض للحراره، ده افضل. دي افضل حاجه. طب اذا كان لابد وما فيش غير الشغلانه ديت وهو ما يعني ما يعرفش غير الشغلانه دي، هل ممكن ساعات معينه في اليوم يعني يقل عدد الساعات اللي يقل عدد الساعات ده ويخليها مش ورا بعض مش متواصله يعني على قد ما يقدر يعني ممكن يسيب فتره ويرجع تاني او كده. تمام دكتورنا. بالنسبه لموضوع تاني حضرتك ذكرته لكن عايزين نتكلم فيه بشكل واضح، التدخين. التدخين ده ما ينفعش نسيبه كده نقول كلمتين وخلاص، لا ده احنا ثلاث ارباع الشباب عندنا للاسف بيدخل. للاسف التدخين بقى وسيله يعني طبعا التاثير السلبي على صحتهم. التدخين ده في كل المجالات، انا يعني طبعا مش فوجئت لكن من باب طبعا نشر الوعي الثقافي في هذه النقطه ان حضرتك ذكرت الموضوع ده، فعايزين نتكلم فيه باستفاضه. هو التدخين طبعا بيأثر على الخصيه والحيوانات المنويه. التدخين في النيكوتين وفي مواد ثانيه زي الكادميوم بتأثر على قوه الحيوان المنوي، على قوة على الحركه بتاعته وبتقلل الحركه بتاع الحيوان المنوي وتقلل وتزود نسبه التشوهات. وطبعا نسبته اعلى في الناس اللي عندهم دوري الخصيه اكتر من الناس العاديين. تاثير التدخين بيبقى اكتر على 10 اضعاف اللي عنده دوري الخصيه. تاثير التدخين عليه 10 اضعاف لو واحد ما عندوش دوري خصيه. 10 اضعاف. 10 اضعاف. طيب تقول ايه للشباب بقى اللي يعني موضوع التدخين ده عنده، هو عنده مشكله تاخر انجاب، يعني هو عنده مشكله تاخر انجاب اول حاجه لازم يبطل التدخين خالص، وثلاث ارباع الدكاتره قالوا له انت بطل التدخين، لازم يبطله. هو عنده قناعه ان التدخين ده اصلا يا جماعه كلمني في صدري في القلب لكن موضوع الخصيه ده ملوش دعوه خالص، هو عنده قناعات وكده. انا عايز اقنعه ان فعلا التدخين له تاثير. له تاثير طبعا، في مواد مضره بتدمر الخصيه اصلا، خلينا ما نشتغلش كويس، لازم يبتعد عنه عشان يحصل انجاب. تمام دكتورنا. الاسباب المناعيه بقى يا دكتور، يعني يمكن الجهاز المناعي هو مهم جدا جدا. هو ربنا طبعا خلق الخصيه في حاجه اسمها تستيكولار بارير، حواليها محاطه بحاجه بحيث الجهاز المناعي ما يعرفهاش. تمام؟ في بعض الحالات الجهاز المناعي بيتعرف على الخصيه فبيعمل لها اجسام مضاده، فالاجسام المضاده دي بتعمل بتاثر على الحيوان المنوي وتقلل قدرته على الانجاب وعلى الاخصاب. فدي طبعا حالات مش كتير، حالات قليله. تمام؟ دي مثلا الناس اللي ممكن يحصل لهم تعور، عمل حاسه، اتخبط في الخصيه بحيث فتح الغشاء اللي فيه الخصيه، قال الجسم يعرف الحياه المنويه ديت وطلع اجسام مضاده. في بعض الناس زي اللي عندهم دوري الخصيه بيزيد معاهم برضه الاجسام المضاده دي. تمام. سلامه يعني الذكور في عمليه الجنسيه زي ما حضرتك يعني عايزين نوضح للساده المشاهدين، في اطفال بيبقى عندهم مشكله خاصه بموضوع مثلا العضو الذكري بقى مدفون داخل اللحم اللي هو موجود تحت في المثانه في المكان ده، هل او وجود خصيه واحده او ما شابه من مثل هذه المشاكل اللي بنلجا فيها لجراحات الاطفال يمكن في الاول، ده ممكن ياثر على سلامه الطفل في الوقت ده او بعد كده لما يبقى راجل؟ وعلى حسب الحاله طبعا. في حالات اسمها هايبوجوناديزم اللي بيبقى فيها حجم الخصيه او حجم العضو الذكري صغير،
دي طبعا بيبقى علاجها شويه بالهرمونات شويه عشان تحسن معاها. في حالات مثلا الكريبتوركيديزم اللي هي الخصيه ما تبقاش نازله في قيص الصفر زي ما قلنا في الاول، لازم العمليه تتعمل بدري، يفضل قبل سنتين، ولو ما قدرش كده يبقى يفضل قبل سن مرحله البلوغ. لان لو جه وقت مرحله البلوغ والعيان دخل مرحله البلوغ والخصيه جوه البطن هتفقد قدرتها خالص على الانجاب، على التصنيع حيوي، وتفضل موجوده داخل البطن ما تخرجش، ما طبعا ما تنزلش ولا بجراحه، لازم تنزل كمان عشان تبقى عرضه يحصل فيها السرطان اكتر. لو الخصية نزلت المعلقه لو نزلت لو فضل في مكانها برضه، وحتى لو نزل بتبقى عرضه سرطان اعلى كتير من الخصية العاديه. طيب لو حبينا بالنسبه للضعف الجنسي، لو حبينا نقول رساله للام او للاب علشان دايما يبقى طبعا في ناس كتير بتبقاش مدركه للموضوع دوت بالذات طبعا، وممكن ياثر على الطفل بعد كده. طبعا لازم تكشف عليه في الاول طبعا عند حد تخصص، يشوفه الاجزاء التناسليه بتاعته، الخصيه والعضو الذكري طبيعي ولا لا. يعني في مشكله تجيلك تحويلات من دكاتره اطفال في المجال ده في الجزئيه. ايوه طبعا، ما لو ما لو ما لو في مشكله زي كده وما اتصلحش بدري وصل محطة البلوغ مش هيبقى فيه انجاب اصلا خالص. وبيبقى علاجها دوائي يا دكتور بقى ولا ممكن نخش في جراحات؟ صعب. حتى لو وصل محطة البلوغ بيبقى صعب بالنسبه لحاجه مع نتيجه اصلا. كده الولد بيفقد قدرته التناسليه. ايوه تمام دكتورنا، عايز انجاب بس، انما التناسليه للناحيه الجنسيه يبقى سليمه مفيش مشكله. الناحيه الجنسيه يبقى سليم، تاخر انجاب بس. بس ما فيش انجاب بس. ما فيش انجاب. طيب بالنسبه بقى للالتهابات يا دكتور، الالتهابات اللي ممكن تحدث بالنسبه للجهاز التناسلي الذكري وممكن تاثر على في التهابات كتيره، في التهابات فيروسيه زي المامبز اللي هو الغده النكافيه. ده لو جه في مرحله بعد مرحله البلوغ في نسبه معينه او مش كتيره بتحصل التهاب في الخصيه، ولو حصل فيها التهاب ممكن تؤدي لضمور الخصيه وفقدان وظيفتها. طيب دكتور احمد احنا ناخد فاصل قصير ونرجع تاني نستكمل موضوعنا حول تاخر الانجاب عند الرجال. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عودنا إليكم مرة تانية ومع برنامجكم صحتك بالدنيا، ومعنا ضيفنا الأستاذ دكتور أحمد الشاهد، أستاذ أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة بطب الأزهر. برحب بك مرة تانية يا دكتور. سلام. أهلا بك. مشاهدينا الكرام ما زلنا في موضوع تأخر الإنجاب عند الرجال. يمكن في الجزء السابق من الحلقة تحدثنا عن تعريف تأخر الإنجاب عند الرجال و أهم العوامل والأسباب اللي تؤثر على صحة الرجل وتحدث تأخر الإنجاب. دلوقتي إن شاء الله هنتكلم عن أهم الفحوصات الطبية المطلوبة علشان نتعرف على هذا الشخص، هل هو فعلا عنده مشكلة تأخر إنجاب ولا لا. دكتورنا بداية يعني هي إيه هي أهم الفحوصات المطلوبة علشان نعرف هذا المريض عنده مشكلة تأخر إنجاب ولا لا؟ هو طبعا في كذا فحوصات كتير، بس أهمها التحليل السائل المنوي. والسائل المنوي لازم نبص فيه على كذا حاجة، نشوف بس الكمية بتاعته قليلة ولا طبيعية. المفروض الطبيعي تبقى 2 مللي، لو قلت عن كده ممكن تكون في مشكلة في الحوالي. طبيعي كام يا دكتور؟ 2 مللي. 2 مللي الفوليوم بتاعه. ممكن يكون في مشكله في الحصى المنويه او البروستاتا، او حاجه اسمها قافله القناه القاذفه تكون مقفوله تخلي جزء من السائل ما يطلعش بره. تمام. وبعد كده نبص على الحيوانات المنويه نفسها، نشوف كميتها قد ايه، عددها قد ايه. الطبيعي 20 مليون، اكتر من 20 مليون فما فوق. اقل من 20 مليون فما فوق. لو اقل من 20 في المليون يبقى ده في مشكله. وطبعا فيها حاجات كتير بتخلي العدد يقل. تمام. من ضمنها الدوائر الخصيه طبعا، والدواء طبعا بتاثر على العدد، تقلل العدد وتقلل الحركه بتاع الحيوان المنوي وتزود نسبه التشوهات. في بقى طبعا قلنا بقى في مواد سامه ممكن تاثر، في التعرض للحركه كتير يخلي العدد يقل برضو، التدخين ممكن ياثر. في بعد كده نشوف حركه الحيوان المنوي، نشوف نسبه التحرك بتاعته قد ايه. هو طبعا الحركه بتقسم لاربع درجات، الدرجه اللي هي النشيطه والمتوسطه والضعيفه واللي هو ما بيتحركش خالص. النسبة الطبيعية يا اما النشيطة 25% او النشيطة المتوسطة 52% فما فوق. لو اقل من كده في مشكلة في الحركة.
بعد كده نبص على نسبه التشوهات. التشوهات ممكن الكلام الجديد دلوقتي حد 80-85% تشوهات دي طبيعي مفيش مشكله ده فيه. طبيعي 80-85% اه مفيش مشكله فيه خالص. تمام تمام. بالنسبه للحيوان المنوي قلنا العدد ممكن يكون اقل في ناس من العينين ممكن ما الاقيش في حيوان منوي خالص. يبقى شيء نبص نشوف الخصيه نفسها شغاله ولا نعمل تحليل هرمونات بعد كده ممكن يكون العيب من فوق الغده النخاميه والهايبوثالامس. لو الهرمونات عاليه قوي مع الاف اس اتش والاتش عاليين معناها ان هم شغالين بتطلع كتير بس الخصيه ما بتستجبش يبقى العيب في الخصيه نفسها. لو الهرمونات نورمال يبقى لو الهرمونات قليله يبقى في مشكله في الهايبوثالامس والغده النخاميه. غير كده كمان ممكن نعمل نشوف نسبه الهرمون البرولاكتين لو عالي ممكن ياثر برضه على الحياه المنويه. قلنا في بعض العيين ممكن الحياه المنويه ما الاقيش حياه منويه خالص وانا دلوقتي من ضمنها الهايبوثالامس والغده النخاميه. في بعض الحالات تكون خصيه شغاله بس الحيوان المنوي ما بيطلعش بره. يكون في مشكله ان في حاجه قافله الطريق يكون حصل التهاب في البرباخ وحصل قافل الطريق او التهاب في النقل الحبل النقل الحبل المنوي نفسه يكون في انسداد. فالعينين دول بيتعمل لهم طبعا كذا حاجه ممكن نقعد نعمل خصيه او نعمل برق ونعمل بيها حقن مجهري. تمام. في بعض العين بعد كده ممكن نعمل لهم اشعه تلفزيونيه على الخصيه نشوف فيه نسبه دوايه ولا مفيش نشوف حجم الخصيه طبيعيه ولا مش طبيعيه. الموجات الصوتيه الموجات الصوتيه نشوف نسبه حياه من حجم الخصيه طبيعي ولا لا البربق طبيعي ولا لا نشوف فيه نسبه دوايه ولا مفيش. في حالات قليله بقى ممكن نحتاج نعمل اشعه مقطعيه ورنين لو الخصيه مش موجوده في مكانها نشوفها في مكانها فين في الحوض ولا. تمام. لو حبيت بقى دكتور يعني يمكن انت حضرتك دي اهم الفحوصات اللي يمكن بيحتاجها الناس عشان يتعرفوا على حضرتك كطبيب بتطلبها من هو في حاجه تانيه بيحتاجها بس قليله بس لو نعمل اجسام مغضه في السائل المنوي لو شاكين ان في حاجه اسمها تجلطات في السائل المنوي نشوف كل في اجسام مغضه موجوده نعملها. تجلطات دمويه ولا في السائل المنوي الاجسام المغضه بتخلي الحيوانات المنويه تلتصق في بعضها فتعمل تجلطات. لو انها موجوده بنسبه عاليه بنعمل الاجسام المغضه في السائل المنوي. تمام. لو حابب اتكلم بقى على الطرق العلاجيه يا دكتور ايه هو طبعا احنا بنسمع كل يوم عن جديد في علاجات الامراض تاخر الانجاب ويمكن بنشوف في الاعلام بشكل مختلف سواء كان في الاعلام المحلي او الاعلام الاخر بنشوف وسائل من وسائل النصب على الناس بحجه طبعا ان ده علاج لامراض تاخر الانجاب. طبعا وضح لي الصوره دي بقى يا دكتور من حضرتك راجل طبعا مسؤول مش راجل طبيب عادي لا انت راجل استاذ في جامعه الازهر اتكلم بصراحه كده مع الناس وقول لهم نسمع لمين ولا نسمعش لمين في الجزئيه دي. هو طبعا اول حاجه نشوف لو في سبب قدامنا نقدر نعالجه نحاول نصلحه لو في مثلا في مشكله في العلاقه الجنسيه لو في ضعف جنسي نصلحه. تمام. لو في مشكله في القذف في بعض لازم تتصلح مثلا في يعني عندهم قذف سريع بيحصل قبل الممارسه الجنسيه يحصل قذف منه طبعا مش هيحصل حمل او يحصل حاجه اسمها ارتجال السائل المنوي للخلف المثانه او في ناس بعضهم نسبه قليله ما بيعرفش يطلعوا سائل منوي خالص فالحاجات دي لو تتعالج هتحسن كتير. تمام تمام. غير كده مثلا لو واحد العيان بيتعرض لحر كتير نحاول نبعده على قد ما نقدر. لو في تعرض لمواد سامه للخصيه او نحاول نبعد عنها عادي او درجه حراره زي ما اتكلمنا طبعا يعني عالج السبب اللي احنا اتكلمنا فيه بعد تمام. كده نشوف على حسب العيان اللي قدامنا والتحليل بتاعته لو لقينا في ضعف في الخصيه او في دوالي او في حاجه نعالجها برضه لو في دوالي نعمل لها العمليه بتاعتها عشان نسبه 80% اللي بيعملوا العمليه الدوالي بتحسن جوه طبيعي جدا. تمام تمام. طب الدوالي دي مش بترد احيانا يا دكتور؟ في اسباب بترد بس لو اتعمل الصح لان في صلاه اللي عاملها لو اتعمل الصح نسبه الرجوع بتاعتها قليله. تمام يا دكتور. الادويه بقى الادويه في ادويه كتير تتاخد ممكن هرمونات زي الجلوتامينرجيك هرمون او الفلوكروسيماتينج هرمون والاف اس اتش والاش بي ممكن نديهم للعيان ممكن ندي حاجات زي البونتكسوفيل اللي انت حاسس برضه حاجات ال كارنتين بتحسن حركه الحيوان المنوي حاجات المضادات الاكسده بتحسن كتير برضه وحاجات التاموكسافين بتحسن برضه نسبه كويسه. ممكن بقى كان نخش على العمليات الجراحيه بقى قلنا لو في دوالي الخصة نعمل لها العمليه لو في عيان مثلا ما كانش في حيوانات منويه موجوده في الخص في السائل المنوي نعمل له عينه من الخصيه ونشوف. لو لقينا نعمل حقن مجهري بعد كده او نعمل له حفظ بالتبريد. صحيح في بعض العيانين برضه ممكن لو تعرضوا لمواد كيميائيه علاج كيميائي للسرطان ممكن ياثر عليهم طبعا برضه فممكن لو في حد هيعمل كده نعمل له حفظ بالتبريد قبل ما يعمل العلاج الكيميائي الاول. بتعمل علشان عينين نعين جزء تشيل نسبه عشان تامن نفسك عشان لو خصم ما شايش تاني
يبقى عندنا موجود. المناظير لها دور يا دكتور في هذه الجراحات؟ المناظير بالنسبه لينا احنا في جراحات ميكروسكوبيه، بنعمل دوري ميكروسكوب، ناخد عينه من الخصيه ميكروسكوب بحيث نحدد احسن مكان ناخد منه، نلاقي فيه ممكن نلاقي فيه حمى منوي. امتى بلجا لان انا اخد عينه من الخصيه؟ لو العيان مفيش حياة منوي في الثدي المنوي بتاعه خالص، نضطر ناخد منه او ناخد من البربخ. طب الخلايا الجذعيه بقى يا دكتور؟ الخلايا الجذعيه طبعا في ابحاث كتير دلوقتي شغال عليها، ان ممكن نستخدم الخلايا الجذعيه ونحقنها في الخصيه او تتحقن في الشريان من الدم الخصيه، انها تحسن وتساعد على انتاج حيوان منوي جديد. دكتور احمد، يعني انا طبعا وقت الحلقه للاسف انتهى، لكن احنا ان شاء الله يعني في لقاءات قادمه نتناول بالتفصيل يعني حل كل مشكله من هذه المشاكل المرضيه الخاصه بتاخر الانجاب. مشاهدينا الكرام، يعني باسمكم جميعا بشكر دكتورنا الدكتور احمد الشاهد، استاذ مساعد الامراض الجلديه والتناسليه والذكوره بطب الازهر. شكرا يا دكتور، جزاكم الله شكرا. شكرا. والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام، القاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.